مهرجان للحمير بالمغرب، هل سبق أن سمعتم به؟ لنتعرف معا على قصته. كرنفال الحمير أو مهرجان الحمير بالمغرب يقام كل سنة بمنطقة بني عمار ضواحي مدينة مكناز. تأسس عام 2001 من قبل أقدم جمعية ثقافية بالريف المغربي تحمل اسم جمعية قدماء تلاميذ بني عمار زرهون. الكرنفال ينطلق بحملة بيطرية تستفيد منها دواب فلاحي المنطقة، ثم حملة تخصيصية للفلاحين والسكان من أجل تحسين التعامل مع هذه الحيوانات. كرنفال الحمير يشكل إحدى أقوى لحظات المهرجان، تنظم خلاله سباقات الحمير وتشمل سباق السرعة واختيار أجمل حمار. الفائزون فيه ينالون مبالغ مالية وأكياسا من الشعير للحمير. المهرجان الذي يديره الشاعر والإعلامي المغربي محمد بلمو سرعان ما نال شهرة كبيرة رغم التحديات، وفي تصريح سابق له قال: إن تنظيم كرنفال الحمير يستهدف إعادة الاعتبار لهذا الكائن الجميل والصبور كونه جزءا من بيئتهم الجبلية وأحد ركائز الحياة فيها. هل كنت تعلم بقصة الكرنفال؟ أخبرونا في التعليقات.